هل ينفع أصلي ركعتين شكرا لله بعد كل صلاة؟ المشروع يا أمة الله لمن تجددت له نعمة أن يسجد للشكر سجدة، فقد ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل جمع من أصحابه، فسجود الشكر يشرع كلما حصلت للمسلمين نعمة عامة أو اندفعت عنهم نقمة أو حصلت للمسلم نعمة خاصة سواء تسبب في حصولها أم لم يتسبب. طب لو واحد قال إن نعم الله على عباده لا تزال واردة عليه في كل لحظة، الجواب أن المراد النعم المتجددة التي يمكن وصولها ويمكن عدم وصولها، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل إلا عند تجدد تلك النعم مع دوام واستمرار نعم الله تعالى عليه وتجددها في كل وقت. بعض أهل العلم يقول لا بأس أن يستعيد الناس عن السجود بركعتين للصلاة، أجاز بعض العلماء أن يأتي مكان السجود بالصلاة فإن المقصود من السجود يحصل بها، لكن الحقيقة المشروع هو سجود الشكر وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمهان يوم الفتح كان صلاة الضحى ولم يكن صلاة الشكر. فالشيخ العثيمين رحمه الله يقول لا أدري ماذا يعنى بصلاة الشكر، الشكر ليس له صلاة ذات ركوع وسجود وقيام، إنما سجود فقط. فإذا أنعم الله على الإنسان بنعمة متجددة كنجاة من تلف أو حصول مطلوب يعز عليه حصوله أو هداية من الله عز وجل وتوبة فسجد لله تعالى شكرا، كان ذلك من الأمور المشروعة، كما سجد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما سجد كعب ابن مالك عندما جاءته البشرى بتوبته.